خير يا رب. بالسلامة. شوف بالسلامة احسن ما توقف. سير سير كاع. يا بالسلامة. شوفوا اخوتي على كارثة وقعات في الطريق الرابطة ما بين مراكش والدار البيضاء. غادي نهضر على هذا الموضوع هذا صراحة خوتي. انا هذا الموضوع ألمني. علاش؟ لأن خوتي أولا وقبل كل شيء منين نكونوا شادين طريق خصنا نكونوا كنردوا البال ماشي 100%، لا خصنا نكونوا كنردوا البال 120%، لأننا مسؤولين على أنفسنا ومسؤولين على الناس اللي راكبين معنا ومسؤولين على الناس اللي كيكونوا غاديين معنا في الطريق اللي شاركين معنا الطريق. ماشي صافي شدي الطريق خصني نطير، لا شفت الأمر ما مسلكش شي حاجة كتشكل عليا خطر مثلا الغبار أو لا الضباب أو لا إلى آخره، راه شي حاجة اللي كتشكل علينا خطر خصني ناخذ الحيط والحد. علاش نمشي بشوية عليا ولا نوقف نزير اليمن وندير السنيات بربعة ونريح تيفوت داك المرحلة ديال الخطر وداك الساعات نمشي؟ ولكن كاين شي ناس عاوتاني كيكونوا كيطيروا. علاش؟ يقول لك انا معلم، انا كنعرف نسوق، انا كنطير مع الطيور، وهذاك بالذات هو اللي كيجيب الربحه وكيشكل الخطر تاع الناس اللي غاديين معاه، لان كيكون مسؤول على دوك على راسه بعدا وعلى الناس اللي راكبين معاه وعلى دوك الناس اللي غاديين. لان خوتي هنا ما كتبقاش تقول انا راني معلم، لا الا شفت بحال هاد الامور اللي كتشكل عليها خطر خصني ناخذ البال، ناخذ بالي يعني نرد البال ماشي 100% لا 120%. لان خوتي السلامه ديال الانسان هي او احسن حاجه في هذه الحياه، راه السلامه هي كل شيء. علاش غير نوقعوا في هذه الخسائر ماديه وبشريه؟ الله يجيب السلامه صاحبي. دائما شفنا شي حاجه ما مسلكناش نوقفوا ونشوفوا تاو كنطفوا مرحله الخطر ولا مشينا نمشوا بحذر. ولكن كاين شي واحدين كيطيروا تيقول لك انا كنطير، لا انا صافي ما تخافش عليا انا غادي. وغادي نقول لك واحد الحاجه، دائما فاش نكونوا شادين الطريق نعتبروا انفسنا بحال دابا مثلا الطريق الروتورات اللي كتكون فيها السرعه او لا الطريق الوطنيه، خصنا نعتبروا راسنا غادي في واد بحال غادي نعوموا. الا ما كنتيش عوام ما غاديش تخرج من الواد، ولكن الا كنتي عوام غادي تخرج بسلام، غادي تخرج الحمد لله بصحتك مزيانه. لهذا فاش تكون انت عاوتاني غادي في الروتورات سير عوام، سير فهمتي، سير بشويه عليك، ما ديرش داك الصوبان ديال شي واحد حلوف لا شي واحد تيطير، لا سير بشويه عليك اصاحبي، راك مسؤول على نفسك ومسؤول على الناس اللي معك يعني المحيط اللي فيه انت، واثر دوك الناس اللي تيكونوا راكبين معاك تتكون مسؤول على الناس اللي هما عائلتك. الا وقعت لك شي حاجه شكون اللي غياكلها صح؟ شكون اللي غادي يبقى هاز ديك الهام؟ شكون اللي غيبقى يجي عندك للسبيطار معلق موراك؟ ولا متي الله يرحمك تا هما مساكن غيوليو عاوتاني شادين البكاء وفهمت او دي لا اله الا الله. وصافي خوتي انا دائما كنقول لكم الانسان خصو يرد البال في هذه الامور ديال الطريق، والله يجيب السلامه يا ربي. وصراحه هذه الحوادث مؤسفه، دائما بحال هذه الامور هذه ديال الطريق خصنا نكونوا كنردوا البال. هو ماشي غنقولوا الناس داروها بالعالي، لا غير هو الانسان يرد البال ديالو ويحاول ما امكن يمشي بحيط والحذر، والله يجيب السلامه لاي واحد، الله يجيب السلامه لاي واحد. وهاد الناس مساكن اللي تضروا ندعوا معاهم بدعوه الخير، اللي تضرر ماديا الله يعوضه، واللي تضرر جسديا الله يشافيه، ولا كان شي واحد توفى الله يرحمه في هاد النار. ما عرفت انا ما بحثتش واش توفوا الناس. المهم انا اللي شفت هو ان الكارثه وقعت في الطريق الرابطه ما بين مراكش والدار البيضاء، لهذا علقت عليها اخوتي. ودائما كنشكروا بعض الناس اللي كينشروا التوعيه. الحمد لله دائما خصنا ناخذوا الحيط والحذر، ودائما خصنا نشوف بشويه علينا، ودائما قبل ما نركبوا في الطوموبيل نفكروا باننا راحنا مسؤولين على انفسنا وباللي حنا مسؤولين على المحيط اللي فيه حنا، مثلا الناس اللي راكبين معنا او اللي جايين في طريقنا. لان واخا تكون انت غادي كطير مثلا تقول لا انا مهنيه، ولكن دوك الناس نهار غادي انت كارثه الله يحفظ ولا شي حادثه راه غادي تجر معك بزاف ديال الناس موراك، لان هذا هو القانون ديال الطريق. خوتي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، والله يجيب السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.